بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي له العزة والجبروت، وبيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى والجبروت، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل الملعوت، وعلى آله وأصحابه الذين لهم في صحبته واتباعه الأثر البعيد والصيت، صلى الله عليه وعليهم ما اتصل بالإسلام جده المبخوت وانقطع بالكفر حده المبتوت، وسلم كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحصة الماضية كنا قد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على لسان إبراهيم عليه السلام، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقلنا إن إبراهيم عليه السلام كأنه طلب الرزق للمؤمنين فقط. لماذا؟ لأنه عندما قال له الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم: ومن ذريتي، قال الله: لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. والظالمين هنا مفعول به، هنا مفعول به، وعهدي فاعل وقرئ بالرفع فيكون الظالمون، الظالمون يعني فاعل مؤخر، والعهد مفعول به مقدم. وحسب عندما قرته: لا ينال عهدي الظالمين، الظالمين مفعول به منصوب بالياء لانه جمع ذكر السالم، معناه ان يعني عهد الله لا ينال الظالمين، اي لا يشملهم، والله اعلم بمراد خطابه. لان الاخ سالني يعني في الحصه الماضيه لماذا جاءت منصوبه للظالمين، الظالمين عهدي لا ينال عهدي الظالمين. قال: لا ينال. فإبراهيم عليه السلام خشي وهو يطلب للذين يعني سيقيمون في مكة، خشي أن تكون استجابة الله عز وجل لكن استجابة ثانية، كأنه قال له مثلا: لا ينال رزق الله الظالمون. فاستدرك إبراهيم عليه السلام وقشوا معي فاستدرك إبراهيم عليه السلام ونحسن فراسي بحال أنا بوحدي. فاستدرك إبراهيم عليه السلام وقال ماذا قال؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. فالله عز وجل أراد أن يلفت إبراهيم عليه السلام على أن هناك، على أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية. نعودها: عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية. إمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا المؤمن، أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر. ودائما نقول إن الربوبية كلها عطاء، الربوبية كلها عطاء. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن كفر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إليه. معناه أن الله عز وجل يمهلهم وينذرهم، ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية أمنيت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم. بعد ذلك يقول سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل. إذ الله عز وجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكر حين كان إبراهيم يرفع القواعد من البيت.
وهنا جاءت هنا جاءت يرفع فعل المضارع لتصوير الحدث الآن وفي المستقبل، لأن الله عز وجل يريد أن يستحضر ماذا؟ أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت. فهم؟ إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت رغم المشقة، رغم المشقة، ومع ذلك فهم لا يطلبان، فهم سعيدان، سعيدان، وفي نفس الوقت كل ما يطلبانه هو أن يعني يطلبان ماذا؟ أن يستجيب لهم الله عز وجل وأن يتقبل منه. إيش قاسم؟ تقبل منا. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ممن؟ ربنا تقبل. أعطينا التواب عما عملناه يا ربي من أجلك وتنفيذ لأمرك. تنفيذ ماذا؟ تنفيذ لأمرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السميع، أنت السميع لما نقول، أنت السميع لدعائنا يا رب، أنت العليم، السميع العليم، السميع بما نقول، السميع لدعائنا، والعليم بنياتنا ومدى إخلاصنا لك، أنت العليم يا رب، إنك أنت السميع العليم. ثم يقول سبحانه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. جعلنا، بمجرد أن فرغ يعني إبراهيم وإسماعيل من رفع القواعد من بيت، قال ماذا قال؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك. لم يكسف لي بهذا، فقال ومن ذريتنا، ومن ذريتنا أمة مسلمة، ليمتد ماذا؟ ليمتد أمد منهج الله في الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى قيام الساعة. لهذا قال واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا. بين لنا يا رب ما تريده منا من شرائع يعني كمناسك الحج وغيرها. فهم؟ وأرنا مناسكنا، تدخل في الشرائع، تدخل في مناسك الحج وغيرها من الشرائع. وأرنا مناسكنا، بين لنا يا رب ما تريده منا وتب علينا. ليس ضروريا أن نفهم أن قوله تعالى وتب علينا على لسان إبراهيم وإسماعيل أن نفهم منها أنها التوبة من المعصية، أنها التوبة من المعصية، أو أن إبراهيم وإسماعيل قد اقترفا ذنبا ومعصية ويريدان أن يتوب إلى الله عز وجل، وإنما لأن إبراهيم وإسماعيل يعلمان أن من سيأتي بعدهما سيقترف معصية ويطلبان التوبة لذريتهما. يعني ما ذلك بماذا؟ من خلال قوله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه، يأتي قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولهذا قال سبحانه واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. صيغة مبالغة، إنك أنت التواب الرحيم. التواب يعني فعال، ورحيم فعيل، يعني فعال وفعيل من صيغ ماذا؟ من صيغ مبالغة. إنك أنت التواب الرحيم. ثم يقول سبحانه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. رسولا منهم، هذه الآية ترد على اليهود الذين أحزنوا أو أحزنهم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب. ردوا على اليهود، لماذا حزنوا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب، وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم. فالله تعالى رد عليهم من خلال هذه الآية وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ماذا؟ آيات، آيات القرآن الكريم، آيات، هناك آيات، هناك صور، آيات، صور القرآن 114 صورة، وآيات القرآن الكريم 6000 ونيف آية، 6000 ونيف آية القرآن الكريم، آيات
واتلو عليهم آياتي هي آيات القرآن الكريم. لا بد أحبتي بالله أن أشير إلى أن هناك فرقا بين التلاوة وبين التعليم. التلاوة أن تقرأ القرآن الكريم، والتعليم أن تفهم معاني آياته. تقرأ يعني التلاوة هي القراءة، والتعليم هو ماذا؟ هو أن تفهم معاني آيات القرآن لتطبق هذه المعاني، تعرف من أين جاءت إلى ذلك، وأن تفهم معانيها لتطبقها. وهذا هو مفهوم ماذا؟ مفهوم التعليم. ولا بد أن نفرق بين التلاوة والتعليم، القراءة والقراءة، التلاوة والقراءة، التعليم هو الفهم، الفهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. فلا بد أن أقرأ القرآن بفهم وبهدف ماذا؟ الفهم والتدبر إلى آخره. ولهذا قال سبحانه وتعالى يعني: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا كان القرآن أحبتي في الله، إذا كان القرآن الكتاب هو القرآن الكريم، فإن الحكمة هي يعني السنة النبوية المطهرة، وهي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال في الله عز وجل في خطابه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تعلمون أحبتي في الله بأن القرآن والسنة وحيان متلازمان، وحيان ماذا؟ متلازمان. بل إن السنة قاضية على الكتاب، مكملة القرآن. ليس ما مكملة، نقول مكملة ونقول لا هي الشارحة وهي المكملة، تقول مكملة شوية، ولكن تنقول إحنا الكتاب إذا جاء آية جاءت مجملة، من يفسر هذا المجمل؟ من يفسر هذا المبهم؟ من يقيد هذا المطلق؟ إذا السنة النبوية التي تبين يعني تبين مبهمه وتفسر مجمله وكذلك تقيد مطلقه الى اخره الى اخره الى غير ذلك من الامور التي تتعلق بعلوم القرآن. مثلا عندما يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الى غير ذلك، حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة أليس الحوت ميتة؟ لا. والجراد ميتة، والكبد دم، والطحال دم، ولكن هذا جاء عاما حتى تقرر عند علماء الأصول ما من خاص عام من عفوا إلا وقد خص منه البعض. أقرأ القائل هذا، أقرأ لهذا: ما من عام إلا وقد خص منه البعض، خص منه تخصيص، يتم تخصيص العام، لأن يعني الألف واللام من استغراق، ألف واللام من ألفاظ العموم. حرمت عليك الميتة والدم، والدم ما نقولش هو الدم لأن همزة الوصل لا ينطق بها إلا عند ابتداء بها يا كسر، وألف لأن ألف واللام من ألفاظ العموم. ولكن هذا ما يسمى بالميت عفوا بالكبد والطحال والحوت والجراد، من خصص هذا العام؟ السنة النبوية يا كسر، السنة النبوية عندما قال: Thank you.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت أحبتي في الله وبالله التوفيق الذي خصص هذا العام والسنة النبوية عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان عفوا فالكبد والطحال. لهذا الله عز وجل يقول وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يعني يطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير وتمام الإيمان إنك أنت العزيز الحكيم. عندما تسمع أحبتي الكرام تسمعون العزيز الذي لا يغلب الحكيم الذي لا يصدر منه شيء إلا بحكمة بالغة الحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه إلا في محله الحكيم لا يضع الشيء إلا في مواضعه وفي محله عفوا والعزيز الذي لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه إنك أنت العزيز الحكيم ثم قال سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب من يرغب عن ملة إبراهيم وهذا استفهام للإنكار للتوبيخ للتقريع والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفيه وملة إبراهيم هي ملة هي عبادة الله وحده لا شريك له يحق الشرائع والتكاليف هذا معنى يعني ملة إبراهيم يعني حب التكاليف لأن الشرائع قد اختلفت وتنوعت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد والشرائع مختلفة فملة إبراهيم مقصود بها هي عبادة الله وحده لا شريك له ومن يرغب عن ملة إبراهيم إذن من يصدق عن ملة إبراهيم ومن يعرض عن ملة إبراهيم السفهاء ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم من يرغب عن ملة إبراهيم أي لا يصد ولا يعرض عن ملة إبراهيم إلا السفيه الذي ليس له عقل يميز بين ماذا؟ يميز بين النافع والضار وبين الصالح والفاسق إلى آخره ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا اصطفاه الله في الدنيا وإنه في لختم الصالحين إبراهيم عليه السلام اصطفاه الله عز وجل بماذا بالخلة اصطفاه بماذا بالمنهج اصطفاه بالابتلاء اصطفاه بالإمامة ثم قصه إنه في لآخرة من الصالحين لنعلم أحبتي في الله أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية في الدنيا وله ماذا وله نعيم في الآخرة فنقول إنه قد جمع بين الاثنين له نعيم في يعني له منزلة عالية في الدنيا وله النعيم في الآخرة ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم أذكر حين قال يذكر يا محمد حين قال الله عز وجل إبراهيم أسلم إذن الله تعالى يلفتنا إلى أنه قد قال لإبراهيم أسلم فقال إبراهيم أسلمت فمطلوب الله عز وجل من العبد أن يسلم إليه أن يستسلم أن ينقاد هذا معنى أن أسلم يعني ولهذا قال أسلم قال ولكن هل قال الله عز وجل إبراهيم أسلم إليه هذه مفهومة هل قال الله عز وجل إبراهيم أسلم لربك لا لأن الإسلام لا يكون إلا لله ولأنه سبحانه هو المأمون علينا وفي نفس الوقت نجد إبراهيم عليه السلام يقول لله عز وجل وهو يرد على يعني يرد خوفا يقول أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين
ولم يقل الله عز وجل لإبراهيم أسلم إلي أو أسلم لربك، لأن كما قلنا الإسلام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وهو المأمون علينا. قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه. إبراهيم هو الأب الكبير واسمه وابنه إسحاق، وابن إسحاق يعقوب، ويعقوب هو الأب المباشر لليهود. وصاهم بماذا؟ يعقوب كما يحكي لنا القرآن الكريم أوصى بها إبراهيم ويعقوب يا بني لا تعبدوا ويا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا ماذا؟ لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم الموت إلا وأنتم مسلمون. أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إذا خطاب يعقوب لليهود الذين شهدوا عاصروا نزول القرآن الكريم، ماذا قال يعقوب؟ قال يعقوب أن كنت شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال يا بني ما تعبدون من قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون كأنه لم يحدث بعد موت إبراهيم عليه السلام. وعندما حضرت يعقوب الموت لم يحدث أن تغير المعبود، لم يتغير ولم يتبدل أبدا، فهو الحق سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يتبدل ولا يتغير. وهذا يندرج تحت العقائد التي كما قلنا في حصة من الحصص لا تقبل ماذا؟ العقائد التي لا تقبل النسخ. العقائد لا تقبل أوزي. والشيء الآخر الإخبار من الله عز وجل، عندما يخبر الله عز وجل بشيء قد وقع ونزل لا ينسخ هذا الخبر لأنه صدق من الله سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير من مثلها. والنسخ لا يعني لا يحدث في شيئين واحد، لا يحدث في شيئين. الشيء الأول هو عقائد ثابتة منذ آدم إلى قيام الساعة، العقائد ثابتة، الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير، والغيب قائم، والملائكة لها مهام تقوم بمهامها، وما من شيء يعني يندرج تحت العقائد لا ينسخ أبدا. والإخبار من الله، عندما يخبر عندما تأتي آية فيها خبر لا ينسخ الله عز وجل بآية أخرى. هذا بين قوسين للتذكير وللتكرير. والشيء إذا تكرر تكرر. لهذا قال سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. ثم قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة جماعة كانت على دين واحد قد خلت، ما معنى خلت؟ انتهى زمن وستحاسب على ما عملت كما ستحاسبون أنتم على ما عملتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعندما نقرأ قوله تعالى قد خلت تلك أمة قد خلت يراد به إفهام اليهودي عمدا ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم نسبا كاذبا، لأن نسب الأنبياء ليس نسبا يعني دنويا أو جنسيا أو انتماعا، وإنما هو نسب ماذا؟ نسب منهج وانتماء. نسب ماذا؟ منهج وانتماء. أنا غادي نسب أنفسنا لواحد وحنا وقد خالفناه، لا
لا مش نسب انتماء، نسب منهج، نسب اتباع، لأن اليهود قد خالفوا وعاندوا. إذن كما قلنا نسب الأنبياء ليس نسب دموي وإنما هو نسب انتماء ومنهج. هل اتبعوا المنهج؟ لم يتبعوا المنهج. لهذا قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا. كونوا هذا إيجاز بالحذف، إيجاز ماذا؟ يعني قال اليهود كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا فهم. ولهذا هذا يسمى الإيجاز بالحذف، والإيجاز يقابل ماذا؟ الإطناب. هذه الحالة وهذا القرآن الكريم تلقى في موضع تجد الإطناب، يعني الإطناب عنده واحد الفائدة، ويقابل الإيجاز بالحذف مثل قوله تعالى عندما قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملكا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي. شنو هذا جواب ولا سؤال؟ لا، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. جواب. هذا جواب. أين السؤال؟ أين السؤال؟ محذوف، محذوف. هذه الحلاوة أن الله من إعجاز القرآن الكريم أنه يترك للسامع في أن يرد كل شيء إلى أصله. فأنت عندما تقرأ القرآن، إذا قلنا تضبط، عندما تقرأ مثل هذه الآية ماذا تقول؟ يعني النمرود، ياك النمرود هو الذي حاج إبراهيم، النمرود من كنعان الذي حاج إبراهيم، من الأربعة الذين ملكوا الدنيا مشارقا ومغاربا، مؤمنان وكافران، مؤمنان سليمان وداود وذو القرنين، والكافران النمرود بن كنعان وبختنصر الذي خرب بيت المقدس، مؤمنان وكافر، هذو أربعة ملكوا الدنيا من شرق ومغرب. هذا النمرود هذا حاج إبراهيم في ربه، فكأن النمرود قال لإبراهيم من ربك مثلا، فاش قال لي إبراهيم؟ ربي الذي يحيي. هذا من إعجاز القرآن، وهذا السؤال محذوف. وماذا تدرك هذا؟ متى تدرك هذا؟ بتدبر، عندما تدبر كلام الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا اش قلنا؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. وقال يعني قال اليهود، احنا شنو نقولوا؟ قالوا حدا ما تعتقلوا، يعني اليهود والنصارى، ولكن كل منهم له قول يختلف عن الاخر. فاليهود ماذا قالوا؟ كونوا يهودا. والنصارى ماذا قالوا؟ كونوا نصارى. ونحن عندنا ماذا؟ ثلاث طوائف، عندنا ثلاثة ديال شنو؟ اليهود زين، والنصارى والمشركون. اليهود ماذا قال؟ كونوا هودا. وشو الاعتقاد ديالهم؟ عزير بن الله. والنصارى المسيح بن الله. والمشركون الملائكة والرسل. صافي بحال هذا الفرق الكفائي، اذا قام به البعض سقط على الباقي. اجوب صح باقي الناس. ها المشكلة هو ما يجبتش واحد. المشركون يقولون عن الملائكة بنات الله. علاش نقول لكم بحال واحد شط ليها الحمرة تنشيروا ليها ياك؟ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. ويقابل المؤمن، يقابل قولهم المؤمن، قل بل ملة ابراهيم حنيف. قل بل ملة، ما قل لهم يا محمد، قل لهم يا محمد بل ملة، هذه بل للإضراب، بل لإضراب. قل لهم يا محمد سأتبع ملة إبراهيم، دين إبراهيم، وهو ماذا؟ وهو الحنيفية. ومعنى حنيفان يعني الحنف هو الاعوجاج، لأن الاعوجاج يعني وجه اعتدال، الاعوجاج يعني وجه اعتدال. والرسل لا يأتون إلا بعد ماذا؟ بعد اعوجاج كامل في المجتمع، فيصرفون الناس ماذا؟ عن الاعوجاج، ويميلون إلى الاعتدال، لأن كما قلنا الاعوجاج عن المعوج اعتدال. ولهذا قال الله عز وجل عندما بعدما وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. قولوا آمنا بالله
وما أنزل إلينا ما آمنا بالله وما أنزل ما أنزل إلينا وهو القرآن الكريم ولا يعطف عليه يعني ما يصطدم معه. لهذا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن ومسلمون. معنى هذا أن يعني ما نزل على إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني هو ملة إبراهيم، وهذا يدل على أن ملة إبراهيم هي وحي من الله إليه، يحيي من الله إليه. وسبق لنا أن دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام، يدعون إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده لا الشريك له. وعندما نسمع ونحن له مسلمون، ما معناه ونحن له مسلمون؟ نحن له مسلمون أي أن إبراهيم كان مسلما، وكل أنبياء كانوا مسلمين، وكل ما يخالف ذلك هو ماذا؟ من صنع ماذا؟ من صنع البشر، من صنع البشر. ولهذا قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا مثل ما آمنت به فقد اهتدوا، اهتدوا إلى الحق. فإن آمنوا اهتدوا إلى الحق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى الحق، وإن تولوا وإن أعرضوا وإن صدوا وإن أعرضوا فإنما هم في شقاق، يعني في خلاف معكم وخلاف مع بعضهم البعض، خلاف معكم وخلاف مع بعضهم البعض، لأن لكل وجهة نظر يعني يدعيها وهداية يخترعها. ولكن هؤلاء وإن اختلفوا وإن اتفقوا عفوا في الكفر فلن يتفقوا في ماذا؟ في أسباب الكفر. أعيد، هؤلاء وإن اتفقوا في الكفر فلن يتفقوا في أسباب الكفر. ولهذا قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. هذا إيجاز من حيث ظاهر، يكفيك الله شرهم فسيكفيكهم الله. ويعني وتم تصدير هنا تصدير الفعل بالسين دون صوفة، لأن ظهور الله عز وجل هو سيكون قريبا، ولهذا ما قال فسوف يكفيكم فيكفي لا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، يكفيك الله عز وجل بكل أسباب عمن سواه وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم والعليم بما يخبرونه، بل هو يعلم سبحانه وتعالى ما في صدورهم قبل أن ينطقوا به. صبغة الله وما أحسن من الله صبغة، الصبغة إدخال لون على شيء بحيث يغيره بلون آخر. فعندما إذن فالصبغة ماذا؟ الصبغة لا بد أن تدخل مادتها في مسامي القماش، مسام والتقاب والمنافذ، وعكس الطلاء هو الطلاء أو الطلاء مختلف، الطلاء هو كل ما يطلى به، فطبقة خارجية تستطيع أن تزيلها. إذا فعندما نقول عندما نقرأ قوله تعالى صبغة الله أي أن الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله على رسوله هي الصبغة الإلهية التي تتغلغل في الجسد البشري، وهذا من باب الاستعارة. سمي الدين بالصبغة بطريق ماذا؟ بطريق استعارة، لأن سمته كما تظهر على المؤمن يعني فيكون يظهر أثر الصبغ ماذا؟ في الثوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو نجسانه ولم يقل أو يؤسلمانه. وهذا دليل على أن الدين الإسلام هو دين الفطرة. أقول قولي هذا
واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين امين. يا من عجز عن وصفه واصفون، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.